وهنا أنقل بحذر عن القناة 14، وهي قناة محسوبة على اليمين الإسرائيلي، وعادة أخبارها ليست موثوقة، ولكن هم يتحدثون عن تسلل مسلحين في منطقة معيان باروخ في الشمال، وأنباء عن أيضا الحديث يدور أيضا عن 20 طائرة مسيرة، نعم هذا وفقا لهذه القناة، ولكن نتحدث بحذر. صحيفة معريف تتحدث الآن عن سقوط قذيفة في المطلة دون إصابات، وهذا على ما يبدو أصوات الانفجارات التي استمعنا إليها قبل قليل من مكاننا كانت بسبب سقوط هذه القذيفة والصاروخ باتجاه المطلة التي طلبت الجبهة الداخلية من الإسرائيليين في هذه المنطقة تحديدا إخلاءها بالأمس، خشية من تطور الأوضاع، وأيضا بعد أن قام حزب الله بالأمس باستهداف آلية إسرائيلية نعم بصاروخ كورنيت، وجاء القرار لأنها قريبة جدا من الحدود ومطلة جدا على مناطق الجنوب اللبناني. نعم